بالنسبة للحريات يقول لك الحريات نقصوكم الحريات والأمن وكل شيء. الحكايات هذه يا أخوي ما نسمعوهاش برجولي نحكيو من الآخر، فهمتني؟ حرية احنا حاربنا عليها وشوفها قديش من واحد مات وكل شيء باش احنا وصلنا للحريات نتاعنا، باش جينا توا في الدفاع على خاطر الأمن. الأمن هذاك واجب من الدولة أنها تحمينا، حقي واجب عليها هي هو حقي أنا، ماهيش مزيه يتعامل فيها كل شيء. سينو علاش قايمة دولة؟ عاد نوليو احنا كالرعاة، فهمتني؟ نوليو قانون الغاب ولقوا ويحكموا السلام عليكم. حقوق الإنسان بالنسبة لي أنا مفقودة في تونس، مش موجودة أصلا. عندنا منظمات وكان عندنا وزير وما إلى غير ذلك، كما توا عندنا وزارة الثقافة وما عندناش وزير وما عندناش أنشطة ثقافية، نفس الشيء. في الواقع خليني نحكي لك على نقطة معينة اللي ممكن تبرر موقفي هذا السلبي من 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 مفهوم أصلا حقوق الإنسان وتفعيله على أرض تونس الخضراء. ناخذوا مثلا الجانب الامني، اوكي نحن مع الامن 100% في محاربه الدواعش، واحنا ضد اي عمليه ارهابيه تمس من الانسان الامني، لانه بالنهايه هو انسان تونسي ولد الشعب. لكن الانسان هذا والحمد لله انه الشيخ يحفظ ولا يقاس عليه، انا لا اعمم، لكن بعض الامنيين اللي رجعوا وما نقولوش رجعوا، لكن هما بالاصل هكا يعني تربوا على هذا الاسلوب، هو استغلال النفوذ والسيطره على الاخر، خاصه المواطن المجرد من كل صفه والمجرد من كل صفة أمنية. نقصد في أرض تونس الممارسات راهي مازالت في المراكز، سامحوني فيها، ممارسات قديمة بعنوان بن علي. الحق العربي مش راهم هذاك، هاو خاطر أصلا ما فهميش حقوق إنسان وأصلا حقوق مرأة ما فهميش. That's my opinion. Peace. Bye. حمزة دمين على الديار، عم العرش نوى يزدموا على الديار وثم ناس يعني أبرياء ما عندهم حتى ذنب، والصحيح والناس اللي قاعدة تتعرف في الإرهاب مش قاعدين يشدوا فيها. ويعني ما نعرفش باغ اكزومبل اللي مروحين من سوريا ذوك في الاقامه الجبريه عليه مثلا ما يشدوهمش في الحبس، علاش مثلا يزطل ولا يسكر يشدوه في الحبس، ولا مثلا مع طفله ولا ما نعرفش شنو يزدموا عليه في الدار هذيك، يخلعوا الدار ويجيبوه. واللي جا من سوريا كان يحارب ومجرم وقص راس وما نعرفش شنو هي هذيك، حطوا في قامة جبرية معناها يصححوا تيو نجم يحطني الحزام ناسب ويدخل المركز يفجروا فاسيلمون. نحبوا نفهموا اخي احنا مأمنين ولا مانيش مأمنين، ولا نحبوا نفهموا اخي احنا نمشوا مطمئنين في الطريق، حوالينا خايفين حتى كي نلقوا مجموعة ما عادش نمشوا معها المجموعة ذيك، كي نمشيو ونلقاو واحد يمس حتى في دمشو نخافوا منه، نقولوا هذاك يمكن ارهابي ولا يمكن يمشي يفجر روحه. في المترو وليت خايفة نستعمل تاكسي، مع التاكسي ساعة يلقى ما يتكلمش، نقولوا سامحني هبطني لهنا، وليت خايفة انا لولا خلي على ولادي وخلي على امي على بابا على ناس على تونس على الشعب. ثم برشا حريات، ثم برشا حقوق موجوده، في المستقبل ان شاء الله نكونوا معناها نوصلوا كالشعب الاوروبي الكل بصفه عامه، تبدا معناها عندنا الحريه، مش الحريه المطلقه، الحريه المطلقه سايب الفوضى بالنسبه اللي ما يفهمهاش. ما عادش فهمها تونس، ما عادش ماكش عارف، انت عارف روحك حتى مستقبلك ماكش عارف وماكش فاهم حتى شيء، بلادك ما ماكش فاهمها. بتبيع الحريات باش تولي متهدى ونحن بيدنا باش نولي مهدين، يعني ولينا عايشين عباد ولا تعاد خايفه من الارهاب، عباد خايفه من تونس تفلس، عباد خايفه من برشا حاجات، فهمت؟ عباد ولا توا خايفه من الحاكم، ما تقول لك ترجع تحكي كيف الزين قبل وتولي الحكايات هذيك، يعني نقولوا نحن يولي الحاكم يعني قامع كيف قبل. حق الانسان هو او الامن هو خدمه تون ستان سيرفيس اللي الدوله لازم تحقق، ومن المنطلق هذايا مادام خدمه يلزم الدوله تحقق. داكورد ومستعدين كتونسيين باش نعطوها الحالة استثنائية لخمسة يوم لشهر لشهر آخر، وهذا ما ينص عليه الدستور أنه فما حالة طوارئ. ما معناها حالة طوارئ؟ حالة طوارئ هي الحقوق والحريات المعهودة باش نقصوا منها شوي لتحقيق الأمن، أما مش باش نقصوها الكل ولا باش نحوها فرد مرة. من المضحكات المبكيات أنه نقولوا معناها ما بحقوق الإنسان، أنه معناه الإرهابي عنده حق ونتنازل الآن على حقي لأجل حرية الإنسان، هذا كل تخريب، تخريب لكرامة الإنسان من الأخر يعني، وتخريب لأمن البلاد وتخريب الاقتصاد البلاد. ومع الأسف معناها عملنا ثورة باش نربحوا يا أخي صادنا أبو ربيح. هي مهددة تونس، دونك فما برشا عباد مش ماخذة الحرية نتاعها، ديجا تونس كاملة مش ماخذة الحرية نتاعها خاطر البلاد داخله بعض. برشا ظلم في البلاد هذيا، معروف البلاد هذيا برشا ظلم. وتنجم ترجع للبلاد، كان يقفوا الرجال ترجع للبلاد لو لاباس عليها. توا عندنا جينيراسيون تبارك الله واعيه ومثقفه وتير تيران كما نقولوا، فهمتني؟ ما نتصورش كان باش ترجع كما قبل العهد تاع قبل النظام البوليسي والقمعي والواحد، ولو اني والضرب هذا يلزم الكبس.
حقوق الانسان كان تندثر تندثر شويه شيئا 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 فشيئا تندثر. وين هي حقوق الانسان اصلا؟ كثرة صحيح انه عندنا حريات وعندنا حقوق وكذا، اما نشوف فيه كلام اكثر منه فعل. دونك عندنا حقوق عندنا حريات، دونك كطالبة وكمتخرجة نورمالمون عندي الحق في الشغل، اللي توي كأوبو دو كاتخوم زلت ما خديتش خدمة. وتعرفوا خدمة البريفي ياسر التعب، من في البريفي ما عنيش سانديكا قوية، ما عنيش حقوق اللي بالرسم تضرب عليك. يلزم تكون فما لو مينيموم نتاع حقوق الإنسان موجودة، ما زادة فما حقوق نتاع ناس ماتت، فما حقوق نتاع ناس مهدة في البلاد هذية. دونك ما يقلقش كان فما شوية حد من حقوق الإنسان، ما في شابيتر معين يعني ما نهربوش. ناش يعني ما تجمش تجي واحد مثلا ماشي يقرأ تجي مثلا تحده من حريته، ما أنا مع واحد مثلا مشتبه بيه في الإرهاب تجم تحده حريته، تجم لعبات تتعاون في الحكاية هذوما مع الأمن خطر نمر بظروف صعيبة شوية. إذا احنا نحبوا نطبقوا حقوق الإنسان دينا تولي لبس عليها. أما عندنا بعض الأخيان السياسيين متاعنا اللي قاعدين يتكلموا بحقوق الإنسان لكن ما قاعدينش يطبقوا فيه. كيو على الإعلام وكل شيء، اللي احنا عندنا حرية في التعبير وفي كل شيء. أما المشكلة خارج الإعلام وخارج وراء الكاميرا كي نشوفوا في المراكز ولا في أي بلاصة، نشوفوا العكس. نشوفوا في 2009، نشوفوا في 2008، نشوفوا في 2007. اغتصاب، ضرب، اعتداء بالعنف، اعتداء بالضرب. رؤساء مراكز هذيش ما نشوف. ثم ناس من برا يحبوا ديما يخليونا متخلفين وداخلين علينا منا هو داعش هو من عرشنية، ومعناتها يمشطوا في معلومة اللي احنا رو ما نجموش ناخذ حريتنا على خاطر نعرف. والغرب ما يساعدوش، هاو كي نشش فيك جماعة الخليج باش احنا نقعدوا واحدين. انا مريتش حقوق الانسان، مريتش حقوق، انا وين حقوق؟ فما حتى حقوق؟ انت ترى فما حقوق؟